مالك مكتبي، مكان واحد تجتمع به آلاف القصص والتجارب الإنسانية. بمكان واحد تجتمع آلاف القصص والتجارب الإنسانية. وعندما تدخل لترى هذه القصص تجد أن الإنسانية بين قوسين. لو أخبرتك أن أصحاب تلك البرامج كمالك مكتبي وجعفر توك ومن شابههم يراهنون على تقبلك لكل شاذ في المستقبل، بل ودفاعك أنت عنهم لاحقا. أنا؟ نعم أنت، والأمر علم وليس مجرد كلام. مثلا في تطبيعهم للشذوذ تجدهم يعرضون لك قصة يستعطفونك بها. إذا بقول لك أنه ابنك اليوم بالمستشفى عم بصارع الحياة والموت، بعد 8 سنين بدي تلفوه؟ بعد 8 سنين انا ما راح من بالي يا استاذ مالك. شو بدك تقولي لي؟ بدي اهبط وبهبط. اي تي جاد تعي يستعطفوك. 8 سنوات لم تقابل ابنها فقط بسبب أنه تحول لامرأة. يا حرام، الأم بتحزن. لسان حال المستمع وقتها. استعطاف مفاده أنه لو جاءك ابنك الصغير يوما وأخبرك أنه أنثى قف بجانبه وادعمه، وإلا ستخسره مدى حياتك كما حال تلك الأم المسكينة. ولو كانت ردة فعلك عكسية، مثلا قلت لا بتحزن ولا شيء الأم، كان الأولى عليها أن تعالج ابنها بدل هجره 8 سنوات، فتجد المذيع يرد عليك مباشرة: هذا الأمر ما إله علاج. أنت شو بدك؟ تعالج لي. ثم بعد أن يستعطفوك تأتي مرحلة التكرار، فيكررون الأمر عليك مرارا وتكرارا. هم يفهمون جيدا أن ما تكرر تقرر، فإن لم تستعطفك القصة الأولى فستحركك الثانية أو الثالثة أو الرابعة وربما تقنعك العاشرة. ثم بعد الاستعطاف والتكرار يأتي التطبيع، فيصبح من ينكر الشذوذ هو المخطئ، لدرجة من يلفظ كلمة شاذ مخطئ. تعبير شاذ، أنا أتحفظ من استخدام هذا التعبير على الهواء. نحن أنا أرفضه، ونحن اليوم هدفنا نرفض هذه التعابير التمييزية. هدفنا أن نرفض هذه التعابير التمييزية. نعم يا عزيزي، نحن في مرحلة التطبيع الأخيرة. أهلا بك، هل فهمت المهزل الآن؟ هكذا تعمل تلك البرامج في نشر السموم. الأمر ليس صدفة، بل عملية منهجية متكاملة الأركان، هدفها هدم مكارم الأخلاق في عالمنا العربي كما هدمت في الغرب. وهدف تلك البرامج في عالمنا العربي أن نصل لذلك الضياع، بهدم كل القيم لدينا، بهدم ديننا وعقيدتنا، بتلك القصص الإنسانية بين قوسين والتي لا تمت للإنسانية بالصلة. فلو قارنت بين برنامج مالك مكتبي وجعفر توك الذي تحدثنا عنه سابقا تجد تشابه كبير بينهم، لدرجة يخبرك أن الأمر ليس مجرد صدفة بل هو مخطط له. تجد نفس الأسلوب في عرض المحتوى الهابط وجلب كل ما هو شاذ، ونفس الأسلوب في اختيار العناوين المستفزة، ونفس الأسلوب في مقاطعة الضيوف والتحيز وعدم الحيادية وغيرها الكثير. فلا تنخدع بالاستعطاف والتكرار والتطبيع مهما أصبح منتشرا حولك. تمام؟ فالإسلام يحرم عليك مشاهدة تلك البرامج من الأساس حتى لو لم تكن مقتنعا بها، لأن القلب ربما يتشربها والشيطان عد لك على جنب هذا عمله، ولكننا أقوياء إن شاء الله. كسر الأدوار المجتمعية، من هو الأسهل، خداع طفل أم شاب كبير؟ أكيد طفل. لذلك تجد الأطفال شغلهم الشاغل، مثلا يعرض لك طفلة لا تتجاوز 5 سنوات بملابس رقص عارية ويطلب منها أن ترقص أمامه والجمهور. فرجيني فرجيني كيف كل واحدة كيف ترقص، تعرفه؟ ولسان حال المقدم والجمهور يكيوت بتجنن. طبعا تلك الطفلة لا تعرف شيء سوى ما علمت إياه، ولكن خلف تلك الكواليس تجد الانحلال وقتل الحياء لدى الأطفال، وهذا هو الهدف المنشور. فهم يسلعون كل الإناث، لا فرق لديهم بين طفلة أو شابة صغيرة كبيرة. وهنا مع الأسف بسبب التطبيع الحاصل تجد الأمهات المسلمات تنخدع، فمثلا تجدهن يرسلن بناتهن صغيرات إلى مسابقات عرض الأزياء وما شابهها من تلك الفعاليات تحت جملة ما المانع، خليها كيوت بتجنن، ولا تعلم أنها تزرع في ابنتها من الآن كيف تعرض جسدها للناس. فقتل الحياء وانتشر الانحلال وكثرة العقد المجتمعية. تطبيع النسوية. لفعل ذلك يبدأ مالك مكتبي بقصة تستعطفك أيضا. أصبحت تفهم باللعبة يا صديقي. شاهد: المرأة عندي أنا سلعة، مثل ما بدي بدمشيها. شو يعني سلعة؟ سلعة يعني هي لا شيء. كيف يعني لا شيء؟ يعني أنا متجوزة بس تعمل لي رغباتي وخدماتي بس. أنت كهنا كامرأة تلقائيا تشعرين بكره شديد للرجال بسبب ذلك الشخص الذي لا يمثل سوى نفسه، ولكنهم قبل أن تخصص الأمر تجدهم يسرعون عليك بالتكرار حتى يجعلونك تعمم الأمر على كافة الرجال. يخلطون لك الحق بالباطل ويصدرون لك النماذج السيئة من الرجال والنماذج المظلومة من النساء، فتكره الرجال وتكره الدين الذي يخبرك بطاعة أباك وأخوك وزوجك بالمعروف لأنهم قوامون عليك، والنتيجة
العزف عن الزواج. تقول إحداهن بعد مشاهدة ذلك المقطع: كرهتوني في الزواج، عمري 34 والحمد لله حلوة وناجحة في عملي، بلا زواج بلا هم. وهذا هو أهم هدف من أهداف النسوية الأساسية، مع أن الحقيقة عكس ذلك تماما. الزواج مودة ورحمة وليس تسريع للمرأة، والحديث هنا يطول إحراق الأعمار. نصيحة الوحيدة لك دائما عندما يتعلق الأمر مثل تلك البرامج: لا تتابعهم إطلاقا. وركز هنا، الزمن يمر لحظة تلو الأخرى، والفتن تأتي واحدة تلو الأخرى، وأنت هنا أمام خياران: إما أن تقبل الفتن ويصبح قلبك أسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وإما أن ترفض تلك الفتن ويصبح قلبك أبيضا لا يضره الفتن. هل تعلم ما المخيف أكثر؟ عندما تفكر أن كل لحظة مرت من حياتك ستحاسب عليه. مفيش لايك أو شير أو كومنت أو فولو أنت مش هتحاسب عليه، مفيش. بص عارف يا ياسر، مش في الفيورز كده هتلاقي على جنب رقم كده، تمام؟ ده أنت هتحاسب عليه. تخيل كمية الحاجات اللي الناس واللي احنا هنتحاسب عليها يوم القيامة. انا ببيع له وقتي وهتحاسب. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، واذا عجبك المقطع لا تنسى الاعجاب به، ودمتم في امان الله.